اللي حصل الراجل ده معاشرنا وراجل كويس معانا وعم ناكل عيش وملح مع بعض. فنفاجئ ان هو ما يغشنا وما ياكلنا رايح محتار. وكل يوم يعدي بحصان من على الرشاح يجيبه قدامنا. وافاجئ ان ولادي وجاري عم يقول ده احنا ما نشوف الحصان كل ليله قبل يدان الفجر. يعني كان بيتبع قبل يدان الفجر لما يجيب الحصان يوديه قدام المحل. انت كنت بتشتري منه؟ انا اشتريت منه وكلت منه. بين اللحمه بتاعته ولحمه الحصان؟ اللحمه مسوده، لحمه الحصان سوده. سوده اما نحطها في الحله تطلع سوده. من ساعه ما كنا واحنا الواحد تعبان مصارينه وجعاه مقطعه زي ما يكون سكاكينه متقطع فيها. وعم يوكل العيال. من امتى بقى؟ هو من بعد العيد اما يوكل الناس لحم حصان. طب انت اكتشفت الموضوع ده بدري ولا مع الناس؟ لا مع الناس ديت هم اللي اكتشفوا. احنا ما نعرفش هناكل ومش عارفين الدين رايحه فين ولا جايه منين. مش عارف مش عارفين انها لحمه حصان. طب ما شفتوش قبل كده مثلا بيجرش حمار قدام المخزن؟ لا انا ما شفتش، بس اللي شافه حمو سمسم هو اللي شافهم يحط الحصان قدام المحل بتاعه في الكهرباء. والجيران اللي شافوه جنب الكهرباء، جنب الكابينه بتاعت التليفون او الكهرباء. طيب قول لي ايه الفرق؟ كان بيبيع لك الحواوشي بكام؟ هو باع للعيال الحواوشي. احنا كان لما يبيع لنا اللحمه ب 250. كان لما يبيع اللحمه ب 250. اللحمه ب 250 وكان ما يفرق منها للناس اللي رايح واللي جاي. حتى بتاعت البخور اداها وهي ماشيه خد كيلو يقول له وكل عيالك. وكل عيالك. ايوه. وهي كانت لما تعاد قدام المحل قدامي قدام الجراج. واما نقول ده هو حتى اداني كيلو لحم وخلاني وكلت العيال الصغيره لحم محميه. يعني هو ادى اللي بتاعت البخور ادى اللي بتاعت البخور لحمه وهي مروح. ست غلبانه يعني. ست غلبانه. قال لها خدي. خدي كلي وكل عيالك. فهي خدت واكلت عيالها وجات لما عرفت كانت لما تعاد قدام الجراش وما تقول ده اداني كيلو لحم وخلاني اكلت العيال الصغيره.